ذاته الأخيرة قبل انطلاق اللقاء. فاروق صلاح، مساء الخير يا فاروق. مساء النور عليك يا كابتن أيمن، كل التحية ليك وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من ملعبنا ملعب الأهلي والسلام. بداية جديدة لضربة بداية وضربة بداية إن شاء الله للبطولة رقم 43 ومشوار إن شاء الله النجمة الخامسة. النادي الأهلي بيستهل مشواره النهاردة من ملعب الأهلي والسلام بمواجهة فريق مصر المقصة. عشان أقربك من الصورة يا كابتن أيمن أكتر، عايز أقول لحضرتك إن الملعب يتزين لاستقبال هذا اللقاء، في تشديد تام على الإجراءات الاحترازية من قبل المسؤول الاستاد وأيضا مسؤول اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم. مع وصول فريق النادي الأهلي اللي وصل لملعب المباراة من دقائق، مستر بيتسو موسيماني قام بتفقد أرضية الملعب وأثنى على أرضية الملعب وطول العشب، يعني لقى استحسان مستر بيتسو موسيماني. في هذه الأثناء الكابتن إبراهيم نور الدين اللي هيقود اللقاء تحكيميا في هذا اللقاء بيتفقد أرضية الملعب وبيرافقه طاقم التحكيم. كان ليه حديث مع الكابتن إبراهيم نور الدين يعني قبل دقائق، يعني قال لي إن تم إلغاء الدقيقة اللي هي الدرينك بريك اللي بياخدها اللاعبين بعد نصف ساعة، تم إلغاها. يعني تقدر تقول اللقاء النهارده 45 دقيقة في الشوط الأول و45 في الشوط الثاني هيكونوا متواصلين. فريق النادي الاهلي طبعا زي ما انت عارف يا كابتن ايمن ان شاء الله يعني بدايه مرحله جديده وبطوله جديده بدوافع جديده. النادي الاهلي بيدخل هذا اللقاء ايضا من يعني النادي الاهلي كان اعلن قائمه بتضم 21 لاعب، خليني اكد لك منهم خروج مصطفى شوبير من القائمه لان النهارده شارك مع فريق النادي الاهلي مواليد 99 فريق الشباب، يعني منذ يعني نصف ساعه او ساعه امام فريق انبي، يعني مصطفى شوبير هيكون بره القائمه. كون ال 20 لعيب اللي اعلن عنهم مستر بيتسو موسيماني هيكون موجودين في قائمه اللقاء. عايز اقول لك هنا الملعب يا كابتن ايمن الجميع النهارده جاهز، الاستاد يتزين لاستقبال الفريقين ان شاء الله زي ما قلنا بدوافع جديده ببدايه جديده. وانت عارف يا كابتن ايمن انت بتنهي بطوله بتفتح بطوله ثانيه، دوافع جديده ودور مستر بيتسو موسيماني وافراد الجهاز الفني مع اللاعبين في تجديد الدوافع، خاصه ان انت النهارده بتبقى ضربه البدايه للدوري الممتاز، ثم عندي بعد كده المشوار الافريقي وبدايه المشوار الافريقي وملاقات بطل النيجر. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. خلال لحظات يا كابتن ايمن هيتم اعلان التشكيل، حتى هذه الاثناء لم يتم اعلان التشكيل سواء من النادي الاهلي او مسؤولي مصر المقصه. خلال دقائق او لحظات هيكون معانا ان شاء الله ونطلع حضرتك وكل جماهير النادي الاهلي على تشكيل النادي الاهلي لهذا اللقاء. بالنسبه للمستبعدين يا فاروق، هل سامعني يا فاروق؟ ايوه حبيبي سامعك يا كابتن. بقول لك بالنسبه للمستبعدين هل في منهم اصابات ولا عدم جاهزيه فنيه؟ يعني خليني اقول لك يا كابتن ايمن في بعض، طبعا انت عندك مجموعه للاصابات النادي الاهلي، يعني جونيور اجاييه لسه للاصابه، مروان محسن كان شعر باجهاد فضل الجهاز ان هو يريحه، احمد ياسر ريان ورمضان بيكهام لسه رؤيه فنيه بتخضع لمستر بيتسو موسيماني، حسين الشحات برضو يعني للاصابه فضل الجهاز الفني انه يديله وقت كافي للراحه. اللقاء النهارده بيشهد عوده اليو ديانج ل قائمة النادي الأهلي والمشاركة إن شاء الله في هذا اللقاء، خاصة إن أليو ديانج كان بعيد تماما منذ يعني قبل مباراة الزمالك في الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا، بينضم للقائمة بعد ما شارك بصورة أكثر من رائعة في المران في الفترة الأخيرة. أيضا محمد شريف النهاردة يعني في ظل ما حضرتك بتتكلم برضو على الغيابات يا كابتن أيمن، غياب مروان محسن وغياب جونيور أجاييه وغياب أحمد ياسر ريان، محمد شريف في الفترة الأخيرة كان مستر بيتسو موسيماني في عملية توظيف محمد شريف في مركز رأس الحربة الصريح بالتناوب والتبادل ما بينه وما بين صلاح محسن، ودي طبعا يا كابتن ايمن حضرتك واحد من نجوم النادي الاهلي، عارف ميزه لعيب النادي الاهلي اللعيب الجوكر اللي بيقدر يلعب في اكثر من مركز. دي كل التفاصيل يا كابتن ايمن، خلال لحظات هيكون معانا التشكيل وهيكون من خلال حضرتك ومن خلال قناه النادي الاهلي. شكرا جزيلا زميل فاروق صلاح. ومن فاروق نروح برضو الملعب مباراه وزميلنا العزيز شريف شعبان هيقول لنا اخر تفاصيل نادي مصر المقص. مساء الخير يا شريف. تحياتي لك يا كابتن ايمن ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، ويا رب باذن الله يكون النهارده ملعب الاهلي والسلام والشخير على النادي الاهلي ونحصد اول ثلاث نقاط امام فريق كبير هو فريق مصر المقص. طبعا مع مدير فني كبير هو الكابتن ايهاب جلال، يمكن الكابتن ايهاب جلال بعد ترك الفريق الموسم الماضي بيعود مره اخرى من جديد لتدريب نادي مصر المقص، وحاول قدر الامكان في فتره قصيره جدا يلم او يتعاقد مع بعض اللاعبين بعد تعاقد النادي مع مستثمر جديد، حاول يتعاقد في اللحظات الاخيره
مع كذا صفقه، وكان اخيرا نجم النادي الاهلي السابق هشام محمد، ويمكن دخل في معسكر في اسماعيليه وحاول يلم اوراقه علشان يخش الموسم الصعب الموسم القوي، ولكن فريق المقصه يمكن من قائمه الفريق اللي طلعت عليها طبعا منذ امس، يمكن فيها بعض النجوم زي اسامه العزب، وافد قديم من المقصه رجع مره اخرى، مصطفى شبيطه، هشام محمد، عماد فتحي، بعض الاسماء اللي استعان بيها فريق مصر المقصه بعد ترقوم للنادي. يمكن مصر المقصه حاول يستعيد اللاعبين المهاجرين من مصر المقصه الى مختلف الانديه، رجعهم مره اخرى مع بعض اللاعبين من قطاع الناشئين، وقادر يعمل توليفه النهارده، والنهارده في حوالي 3 4 ناشئين في قائمه المباراه. هنشوف التشكيل اللي هيصدر بعد قليل. الكابتن ايهاب جلال هيقدر بعد تجربه جديده بعد يعني اعداد الفريق في فتره صغيره جدا يقدر يخش وينافس على بطوله الدوري او يخش بشكل جميل على بطوله الدوري، ولا هيكون صعب؟ لان احنا عارفين الفتره الاخيره بعض الفرق عملت تعاقدات كبيره جدا، ففريق مصر المقصه يمكن تاخر في التعاقدات، ولكن في النهايه باذن الله باذن الله باذن الله يكون الفوز النهارده بنصيب النادي الاهلي. عوده ليك من جديد كابتن ايمن، اتفضل. شكرا جزيلا زميل شريف شعبان. شايفين الاجواء مهيئه.